السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا لليوم هي الغريبية أو الغريبة، وهي وصفة قديمة جدا من زمن أجدادنا لكنها ما زالت محبوبة حتى الآن. نبدأ بالعجينة على بركة الله. لدينا 125 غرام زبدة، يعني طارية لكي تسهل العمل بها، ونصف كأس زيت، نصف كأس سكر مطحون، ليس سكر القهوة وإنما سكر مطحون، ملعقة صغيرة فانيلا، وملعقة صغيرة خميرة حلويات أو خميرة كيميائية، مع القليل من المكسرات. يمكنكم استعمال الفستق، الجوز، البندق أو حتى الفول السوداني. بهذا الشكل أنا خلطت الجميع، بالإضافة إلى الفرينة أو الطحين من أجل لم العجينة. ونبدأ بطريقة التحضير. نضع الزبدة في الإناء، ونضيف إليها الزيت، ونصف الكمية من السكر والفانيلا، يمكنكم استعمال الكمية كلها زبدة أو حتى يمكنكم استعمال الكمية كلها زيت، لكنني أنا وضعت النصف بالنصف لكي تأتي طرية. نخلط المزيج، حتى يتمازج جيدا. ونضيف النصف الباقي من السكر. ونكمل الخلط حتى يصبح بهذا الشكل. نضيف المكسرات، كما أنني أنبهكم أنكم يمكنكم الاستغناء عنه، فهو فقط للذوق لا غير. عندما يصبح بهذا الشكل، نقوم بإضافة الطحين أو الفرينة. نضع الفرينة تدريجيا لكي لا تصبح العجينة صلبة، وحتى أنه يمكنكم الاستغناء عن الخلاط الكهربائي، يمكنكم استعمال اليدين أو الملعقة أو الخلاط اليدوي أو ما أردتم. ونضيف الخميرة، ونواصل الخلق. نضيف القليل، عندما تصبح بهذا الشكل نقوم بلمها باليدين حتى نشعر أنها نستطيع أن نشكل منها كريات. نقوم بتشكيل كرات بوزن 25 غرام، ثم نصنعها بشكل مخروط، ونضع فوقها القليل من القرفة أو حتى الكاكاو، ونضعها في الفرن لدرجة 180 درجة ل 25 دقيقة لا أكثر، لكي لا تصبح صلبة. هذا هو الشكل النهائي. أتمنى
إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإذا عجبتكم ولا عندكم أي استفسار حولها ولا عندكم أي وصفة حابين تعرفوها ما تنسوش تكتبولي على التعليقات نقراهم ونديركم قاوشكم حابين، ودعموني بالضغط على الجام والاشتراك وجرس الإشعارات باش يلحقكم أي جديد. وباي.